السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الغاليين، إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وتكون في صحة جيدة يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم هذا الفيديو يعجبكم وتكملوه معنا حتى الآخر حتى الآخر. أحبائي الغاليين، حبيتكم اليوم طلعوا لي هذا الفيديو، ربي يحفظكم إن شاء الله. ما تنسونيش بلي جام، ما تنسونيش بواحد لي كومنتار يكونوا هايلين وشابين كيما نتوما، وخاصة اللي جا ما تنساوهمش ولا فيديو حتى التالي. عاونوني ربي يحفظكم ان شاء الله. حبيت هاد لا فيديو يطلع لانه يستحق واش نقدموا فيه من كل المحتوى نتاعه اللي رحنا حاكمينه، غير هو يعني ما حناش نخرجوا على الموضوع. ولا عندنا لا فيديو تاع اليوم كيما راكم تشوفوا، عندنا السمك التونه اللي هو راه الموسم نتاعه. نتمنى ان شاء الله كامل ذوقوا هاد سمك التونه اللي في الموسم نتاعه، وما تتخلاوش عليه في الموسم نتاعه لانه كما راكم تعرفوا راه هايل بكل معنى الكلمه، فيتامينات كل حاجه فيه. اللي هو اليوم عندنا زوج تاع الوصفات صيفيه يعني هاد السمك هذا يطيب بسرعه، يعني ما يديناش الوقت. هنا عندي واحد ترونش مليحه نتاع سمك التونه يعني فيه غير اللحم، هنا راني ننظف فيه، راني نسلخله، حبيت نسلخله هذيك الجلده نتاعه وننظفها مليح، ندير له شويه تاع القارس وشويه نتاع الخل، نشله به، نغسلو اللحم تاعنا مليح، لان هذا اللحم هنايا لازم نردو بالنا مليح مليح عليه، راه سريع للتعفن، يعني نردو بالنا على كي نشريوه ولا كي نطيبوه نغسلوه ولا في كلش. انا غسلته وكملته، كنت درت له القارس وهكذا ونشفته في الكسكاس ساعه. هنا التوابل الاولى اللي نديرها، الواحد شويه ما نكثرولهش التوابل باش ما نودرولهش هذيك البنه نتاع السمك نتاعنا. هنا درت شويه ثوم شويه كركم وشويه نتاع الملح ما نكثروش، وشويه تاع زيت زيتون ان شاء الله، زيت زيتون ماذا بينا تكون، عفوا الا ما كانش زيت زيتون تكون الزيت العاديه، ونحط واحد القطره تاع المهم ما نكثرولهش لي زيبيس نتاعو. نخلطو كامل مع بعض كيما راكو تعرفوا كامل كيفاش نشربوا له هذيك المكونات اللي حطيناها، ونخليوه واحد ساعه ولا ساعتين ولا نحطوه في الفريجيدار ونخليوه يتشرب هكذاك، ما يعني باش غير باش يتشرب لنا وخلاص. انا كيما راكو تشوفوا راني نتبل فيه مليح وعلى خاطري باش يدي يعطينا واحد الذوق، واش نقول لكم، كي يكون متبل وشارب التتبيله يجي شباب بزاف. وصفة تاع اليوم اللي انا قسمتها هنايا على زوج، واحد هذاك الشرائح الشرحه تاع اللحم قسمتها على زوج. دوك تشوفوا وحده ندير بها لاصوص للروز وحده ندير بها عشاء خفيف. هنايا العشاء الخفيف الاول اللي هو درت مغرف تاع لاصوص صوص طومات يعني على النار، ودرت واحد شويه تاع المايونيز وشويه تاع الزيت وشويه تاع ماشي بزاف لي زيبيس، حركتهم مليح فوق النار حتى غلا وغلا وغلا وهكذاك. راكم تشوفوا جاتنا واحد لاصوص خفيفه اللي نحطوا فيها كيما تاع لي ريستورون اللي يحطوا فيها اللي ترافق السمك ولا لي فريت ولا هكذا. هنايا شويته برك شويته غير في هذيك المقله العجيبه شويته، وكيما قلت لكم يطيب بالخف يطيب، هذا فاش يعجبني انا يطيب بالخف. هنا الوجبه الاولى راها خفيفه وظريفه تاع الصيف صيفيه راها هنا وجدت. نروحوا الوصفه الثانيه اللي هي سهله تانيك بالروز، اللي يحب الروز ولا يحب حاجه تكون باش كيما نقولوا تكون فيها صوص ولا يغمس ولا ما تكونش غير ناشفه. عندي هنايا حبه طماطيش وحبه بصل، وعندي كميه تاع الثوم يعني واحد 3-4 تاع ريسان تاع الثوم. هنا كلش رحيته مليح في هذيك لاشوار، هذيك الحبه تاع الطماطيش زدت لها شويه تاع الماء هكذا ورحيتهم مليح مليح مع الثوم، مع واحد زوج مغارف نتاع طماطيش كنت طيبتها مقبل كانت عندي في المجمد في الكونجيلاتور اللي حطيتها معها واحد نص معلقه نتاع الطماطيش تاع الباطا. نخلط كامل مع بعض وفوق النار ونخليهم يتقلاو، نخليهم يتقلاو مع هذيك الثوم مع هذيك. نحط شويه تاع الملح ما نكثروش الملح دائما، ونحط شويه تاع الزيت ماشي بزاف، ونحط درك من بعد نحط واحد الورقه نتاع الرند، ونحط شويه تاع لي زيبيس ماشي بزاف، ونخلي هذيك لاصوص تاعنا طيب. انا قسمت هذاك الشريحه تاع السمك نتاعنا تاع الطونه اللي راه متبل كما راكم تشوفوا. هنايا حطيت شويه تاع فلفل كحل
وشي تاع كركم وشي تاع سكين كبير، ونخلي كل شيء يتقلى مع بعض، كل شيء يتقلى مع بعض، وزدت شويه تاع كمون وخليت، وحطيت كما راكم تشوفوا الرند، وحطيت شويه نتاع الماء غير في هذيك العشوار شللتها الطوماطيش اللي كانت فيها، وحطيت لاصوص تاعنا طيب. هنايا الحوت تاعنا راه يتشوى، ما حبيتش نديره في لاصوص مرقه ولا، درته هنايا في شوية هذيك المقله اللي راه على نار قليله. هنايا دوك نصفي نحي هذاك الرند ونميكسي مليح هذيك لاصوص، ونخليها تتلبى يعني تتقال تتقال تجي شابه بزاف. هنا كنت ما كنتش ما وريت لكمش، حطيت واحد راس كاس تاع كان عندي تاع العظم تاع الحوت هذاك كان عندي من قبل، حطيته باش يعطيني بناء فهذيك لاصوص. وهنايا الرز تاعنا كان عندي بسماتي غليته كما نقولوا ربعة ولا خمس دقائق في الماء، ومن بعد فورته وحطيته هكذا. ضفت له غير الطوماطيش اللي كانت مع هذيك لاصوص تاعنا، يعني شابة بزاف بزاف. ونقول لكم ان شاء الله لا فيديو هذا يعجبكم، حنتلاقى في فيديو واحد اخر. بالسلامة عليكم، نحبكم بزاف، ما تنساونيش احبائي الغاليين باش طلعوا لي هذا الفيديو، راه يسحق باش يطلع منكم انتوما اللي نحبكم بزاف. بالسلامة عليكم.